هلا والله، مقطع جديد. احس اني ماني مرتاح هنا ثالث الماني. اللي راح يصير راح اخير متابعين الانستغرام مثلا بين الاحمر والاخضر، والاكثر تصويت راح نسوي، فهم راح يحددون الفطور وراح يحددون الغداء وراح يحددون برضو العشاء، وان شاء الله متابعين يضبطونه بالتصويت وما اتفاجئ بالتصويت واتحسف اني سويت الفكره. احس اني مخوف البرد بزياده لدرجه اني احتريت مره. فنقول 1 2 3. ايوه يا رجل، ايش هذا؟ ايش سويت قبل شويه؟ اللي راح يصير يا جماعه الخير اني راح اخير متابعين الانستغرام، فخلونا الحين نبدا نخير. طيب خلونا اول شيء نختار الفطور. الفطور صراحه يعني ما ادري ايش اخيرهم. انا اقول نخيرهم بين ان نسوي اكل بنفسنا او ناخذ اكل من برا، بحيث انه يكون عندي خيار لو كنت طالع للمطاعم اني اختار المطعم اللي ابيه، او اذا كان الخيار الثاني اللي هو اني انا اسويها، وهذا الشيء ما اتمناه لاني اخر مره سويت اكله اعطيتها الكلاب بالشارع. فخلونا الحين ننزل التصويت ونشوف ايش يصوتون. طيب سوينا التصويت، كتبنا الفطور، هل من برا البيت او اسويه انا او انت، يعني انا. فخلونا ننتظر ونشوف ايش اختاروا المتابعين. ان شاء الله انهم يختارون من برا البيت، لان صراحه ما لي خلق اسوي داخل البيت، وبرضه ما ودي اتسنن. 6.5 hours later. طيب اللي صار يا جماعه الخير، نزلت الستوريات، فخلونا نشوف الحين ايش صوتوا المتابعين. نقول 1 2 3. تبغون الصراحه؟ كنت متوقع انهم راح يختارون اني اسوي الفطور بنفسي، وعشان كذا جهزت نفسي من بدري. تعالوا اوريكم ايش سويت. هو مو افضل مطبخ ممكن تشوفه، لكنه يؤدي الغرض، وهذا هو المهم. طيب يا جماعة الخير، جبنا الاغراض. ايش فيك مستغرب؟ راح يكون الفطور كبسة. امزح معك. طيب جبنا الاغراض، زي ما تشوفون قدامكم اغراضا كثيرة. الطبخة راح تكون بيض. خير، طبعا حطيت زيت بالداخل عشان ما اجيب الغرشة كلها، حطيت داخل واختصرت الموضوع. فاول شيء نسويه نشغل الفرن، بعدين نحط المقلاه صغيره مره. طيب انا جبت حليب عشان نسوي حليب، او صح ما جبت كوب، وجبت برضو بيضتين وملح وفلفل اسود والخبز والملعقه عشان نحرك. اوكي الحين صار حامي وجاء وقت ان نفقع البيضه، لان فقعه البيضه ما هو بشيء بسيط، لانك مو تفقعها كذا، ممكن القشاره اللي هنا تؤثر. فطريقه كسر البيضه الصحيحه بنفس الطبق تضغط هكذا، ثم باليد واحدة ها لاحظ، ترميها ثم تخلط. ها نخلط 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 خلط خلط خلط. طبعا ليش قاعد نخلط؟ والله ما ادري، كان النار حامية يا شباب بزيادة، فنقصر على النار شوي ونخلط ونخلط ونقلب هكذا، وهنا وهناك، لا تخلي مكان. طيب يا شباب بدأ يحمى الحين، فجاء وقت ان نحط الملح. يا سلام، شو الملح يا بس. اوكي الفلفل اوكي قاعد يحترق يا شباب، لا تنسون ان النار حاميه يعني. طيب في حركه قبل ما نحط الفلفل، اتوقع الفلفل راح احطه في النهايه، في حركه ما يسويها الثلاث طباخين، انا وواحد توفى وواحد موجود الحين في باريس. الحركه يا طويل العمر السلامه. ول ول ول. اوكي في حادث بسيط. تسلم يا ايادي، تسلم يا ايادي يا شيف معاذ. طيب نطفي النار عشان ما نحرقها زياده. طيب زي ما تشوفون الحين، ونضيف الفلفل وش اسمه تسوي فيها فتفيت الوسخ، وهذا الناتج النهائي. طيب اللي راح اسويه الحين، راح اسوي الخبزه واحط البيض في الخبزه طبعا. يا سلام، ونقفل عليها. يا سلام يا سلام. على بال ما يطبخ الحليب ننظف المكان ونرتب المكان لنجعله افضل مما كان. طيب خلص ال لا خلص من جد الحين. طبعا طريقة انك تصب الحليب لها فن، يعني مو هو يلا صبها وكذا يلا افتح الله. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بعدين كذا في النهاية لازم ها ها ها. بس كان مو مليان مره، لكن يوفي الغرض يوفي الغرض. وبكذا نكون خلصنا من الفطور، سوينا الفطور بنفسنا، طبخنا نفخنا سوينا كل شيء، الحليب جاهز والبيض جاهز، والحين جاء وقتنا نجرب الاكل حقنا. اكيد انه خرافي يا اخي، اللي سوى البيض هذا اسطوره. لا 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 من جد من جد افضل حليب سويته في حياتي. طيب يا جماعه حاب اقول لكم حاجه، شكرا لكم على دعمكم الرهيب في الحلقات الماضيه من السلسله هذه وباقي الحلقات الثانيه. اول مقطع من السلسله هذه قرب من 600 الف، اكثر من نصف مليون مشاهد.
والمقطع الثاني قرب من 300,000 مشاهد. شكرا لكم على دعمكم الرهيب. نبغى نوصل 1,000,000 السنة هذه زي ما قاعد أقول لكم في كل حلقة. فإذا ما كنت مشترك بالقناة حياك الله اشترك وانضم معنا عشان تصير ممتاز. بس البيض طعمه محروق وفي ملح فيه. لكن أهم شيء إن الواحد يستلذ بالأكل. طيب بعد الفطور الرهيب اللي سواه الشيف معاذ جاء وقت ان نحط تصويت عشان نشوف ايش اختارونا المتابعين غدا. وجاء في بالي اني اخلي الفكرة ان المتابعين اختارون بين لونين، اكل باللون الاحمر بس واكل باللون الاخضر بس. وخلونا ننتظر ونشوف المتابعين ايش يصوتون له اكل. خلونا ننتظر. طيب على بال ما توصل نتائج التصويت اقترح لكم انكم تشوفون مقطع نزلته قبل فترة واعتقد ان في كثير منكم ما شافوا المقطع. كان تجربة لاول مرة استخدم آلة الخياطة. زي ما تشوفون قدامكم جبت العيد بانواع واشكال. 1 2 3 اللي صار اني خيطت بالمقلوب. راح اخلي رابط المقطع في نهاية هذا الفيديو واعتقد ان نتائج التصويت وصلت. شكلكم ما شفتم درع 100,000 حق قناة الجيم. بالمناسبة اللي ما يدري ترى عندي قناة جيمنج بحط رابطها تحت، كل مقطع احط رابطها تحت. اللي ما انتبه القناة حياك الله هناك. طيب كذا المفروض انه مر وقت كثير، خلونا الحين نشوف التصويت وش اختاروا المتابعين الغداء. طيب الغداء اختاروا لنا 55% باللون الاحمر و45% باللون الاخضر. فالغداء راح يكون باللون الاحمر. انا احمر لا 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 ريد. تبغون الصدق؟ مالي خلق صراحة اروح اجيب الغداء، فراح اخليه من تطبيق لا 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 لا. اللي ما يدري ايش تطبيق لا 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 يشوف الحلقة هذه. راح ادور في التطبيق اكل باللون الاحمر وان شاء الله اني راح القاه، لان اخبر قبل فترة لقيت برجرات ملونة. طيب اوكي طلبت من المطعم والحين جاي في الطريق، يبغاله 5 دقائق. لا 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 التطبيق هذا قايل لكم مجنون بالسرعة. خلوني راح اجيب الاكل واجي. حي الله الحامل والمحمول، يا هلا والله. طلبت برجر احمر وطلبت برضه كولا لان لونه احمر، ف يب راح يكون غدا خفيف لطيف لذيذ رهيب. وراح نشوف الحين البرجر الاحمر. صدمه كبيره جاب لي اخو. والله العظيم اني طالب باللون الاحمر، ومو بس كذا كاتب في التعليمات ترى ابغاه باللون الاحمر. قاعد اصور مقطع بس تدرون شو نقول؟ هذا سعودي ما لا اوكي صح ما لا. اللي بيسأل ويتسأل ترى طعمه نفس العادي 100%، ما في اي فرق بس اللهم لون. بس ما هي مشكلة ناخذها من نظرة ايجابية. ال 45% اللي اختاروا باللون الاخضر ارضيناهم، وال 55% اللي اختاروا اللون الاحمر ارضيناهم. تكبير الله اكبر. واضح اني جوعان مره لدرجه اني قاعد تاكل ونسيت اني قاعد اصور. دبوني على حسابي في انستغرام اذا كنتوا حابين تشاركون في المقاطع الجايه. هذا حسابي في انستغرام، حياكم الله جميعا. تبون الصدق؟ بعد التجربه الثانيه ما انصحكم تاكلون برجر ملون، لان كذا النهايه في طعم كذا غريب شوي. فمن تجربه ثانيه ما راح اكررها من جديد، وراح اختار برجر عادي بدون الوان. وبعد ما خلصنا من الغداء جاء وقت الحين نحط تصويت العشاء. بس هذه المره ما راح اخيرهم بين برا وداخل او لون اخضر واحمر، راح اخيرهم بين لحم وخضار. فخلونا نحط تصويت ونشوف المتابعين وش يختارون بين اللحم والخضار. وبيني وبينكم انا نفسي في الخضار. وعلى طاري الخضار ودي اجرب اني اسوي 24 ساعة اكل نباتي بس، وممكن اسويها في حلقة السبت الجاي. طيب الحين خلونا ننتظر التصويت وارجع لكم بعد شوي. لا 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 انا لا يمكن اعيد نفس غلط الغداء في العشاء، مستحيل. ايش احسن، اللمبة هذه ولا اللمبة هذه؟ طيب بعد ما مر وقت كثير خلونا نشوف الحين ايش اختاروا متابعين العشاء. كان خيار العشاء بين لحم او خضار. طبعا تعرفون الغذاء خضار، فراح يكون اشياء لا واضحه معا. لا تستهبل. 1 2 3 واضح ان المتابعين يبغون يتعشى عشاء دسم. شكرا لكم من القلب الى القلب، مع اني كنت والله ودي بالخضار، لكن شكرا لانكم اخترتم اللحم. شكرا لتصويتكم. فخلونا نروح نجيب العشاء بنفسنا. هيا لننطلق. طيب يا جماعة أنا توي واصل، طلبت وجبة العشاء وخلصت. طلبت حاجة مرة غريبة وما أدري ليش اخترتها، لكن حسيت أنها غريبة فقلت خليني أجربها. تدرون كيف؟ ما راح أوريكم ولا أقول لكم إيش اسم الأكل اللي شريتها، راح أقول لكم إياها في البيت. وجبنا العشاء طبعا أنتم الحين مستعدين. خليني أولع اللمبة بس.
مستعدين تشوفون ايش جبت وجبه؟ اسم الوجبه لحاله اصلا غريب، وليش طلبت هذا انا ما ادري ليه، لان شفتها غريبه ولحم فقلت خليني اجيبها. فودي الحين اجربها معكم لاول مره اذوقها في حياتي، اول مره اسمعها في حياتي. تبون تعرفون ايش هي؟ ايش كان اسمها؟ راس عصفور بالفخار. والله اسمها كذا، فجذبني الاسم وقلت لازم اشتريها وبنجربها الحين سوا. جت بالشكل هذا، طبعا سألته سؤال بديهي، هل معناته الطبخة راس عصافير؟ قام يضحك قال لي لا لا لحم. طب ليش بسميها راس عصفور؟ وجايبين معها خبز، فواضح ان الاكل راح يكون عن طريق الخبز. فيها مشروم، انا ما احب المشروم، فبداية جيدة. خلونا بس نسوي لي لقمة. بسم الله. راس العصافير 0/10. الفكرة كانت مرة سيئة، كان عندي ستيك، كان عندي برجر باللحم، كان عندي اشياء مرة كثيرة اقدر اسويها باللحم، ما ادري ليه اخترت عصافير. ايش كان اسمها؟ راس عصفور. والله مرة الحمد لله. الحمد لله مرة. خلونا نعطيه العصافير بس. مو العصافير العادية، العصافير المفترسة، مثل الفهد. لا الفهد ما عصفور، مثل الصخر. بكذا نكون انهينا مقطع اليوم بالعشاء اللي كان عبارة عن راس عصافير، ما هو براس عصفور. اتمنى عزيزي المشاهد انك استمتعت بالمقطع مثل ما انا استمتعت بالتجربه هذه، وشكرا لكم على انكم تفاعلتم معي في المقطع. زي ما قلت لكم الانستغرام حقي طالع قدامكم بالشاشه، اذا كنت حاب تتفاعل في باقي الحلقات الجايه وتشارك فيها، لان في اشياء كثير راح احاول اني اشاركها معاكم بالانستغرام. فشكرا لكم على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. لا تنسون تضغطون زر اللايك وتشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين. مع السلامه.